عند الأطراف الحرة الإكسيدر بيساوي الإنترنال and so on and so on and so on. يا باش مهندسين سعادتك جاي متأخر مش لازم ده هو مش مختلف. بلاش ابتسامة يا باش مهندس، ابتسامة دي معناها إن كان في كلام على طول. يبدو إن هو مختلف، إن هو مش مختلف. مشكلة الطلبة كلها إن هم مصرين يتعاملوا مع الكورس على إنه أسايمنت واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا ستة. طب كمل كل الأسايمنت، مش حاجة كده خالص. اللي هيتعامل مع الكورس بتاعنا على إنه أسايمنت واحد واثنين وثلاثة وأربعة يبقى هو ما يعرفش عن ايه ستراكشر. اقفل الباب يا باشمهندس. يبقى هو ما يعرفش عن ايه ستراكشر. ستراكشر هو 1 يونت. باشمهندس ممكن حضرتك تسكت بعد اذنك؟ الابتسامه الرفيقه دي تخليها بعد المحاضره ممكن؟ مش لازم هو مش لازم يبص لك، هو خلاص ركز معايا. شايف انت بتبص لك. خلاص ممكن يخلي الابتسامه الرفيقه دي بعدين؟ مش عارف انا بتكلم هنا ممكن نسمع الكورس بتاعنا احنا على انه assignments مختلفة أو problems مختلفة يبقى ما فهمش الرسالة اللي احنا جايين نديها له. احنا جايين ندي رسالة إن الـ structure it's a concept it's a definition. هيختلف شكل المرشح لكن لا definition اتغير ولا concept بتاع الحل اتغير. إن أنا بقطع وأحسب من ناحية واحدة بس. خلاص أي حاجة بقى أي مرشح وحتى لما هناخد influence wise في الترم الثاني سيسي نفس الكلام نفس الكلام. لا مفيش بس شكل الحل اللي هيتغير. يعني احنا في الترم الاول شكل المرش هيتغير شكل المرش هيتغير في الترم الثاني. في اول موضوع في الترم الثاني شكل الحل هيتغير بدل ما يبقى اعمال ثابته هيبقى واحد طب يتحرك. ده اللي احنا بنسميه الانفلوس لايف. وهناخد النورمال ستريس ليها مقدمه وبعدين النورمال ستريس كله نفس الكلام. لو انت ضعيف في رسم الانترنال كورسز على البيم وحسابها طبعا هتبقى ضعيف في الاستراكشر كله. والمصيبه سوف تنعكس كمان على مواد الديزاين. يعني مش بس هبقى ضعيف في الاستراكشر، لا الاستراكشر اغلب رسمت نص المومنت غلط خدت نص الدرجه ونجحت. لكن في الديزاين رسمت نص المومنت غلط هيخرب بيتك. التسليح معتمد على شكل المومنت. رسمت كل المومنت غلط هتاخد صفر مع ان المومنت ممكن يبقى عليه 2 من 40. لكن لو رسمته غلط تاخد صفر ولو الدكتور حبك قوي 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 هيدي لك 10 من 40 لان اللي انت راسمه ده ملوش علاقه باللي هو عاوزه. اللي انت بترسمه ده حاجه هيحصل لها فيلر لو اتنفذت وبالتالي يعتبر ان انت مش عارف استراكشر. كانوا بيقولوا لنا كده الغلطه دي بيسموها فيتال ميستيك. قد يكون دلوقتي الدكاتره بقوا اكثر دقه وليدا يعني نظرا للمستوى الرائع اللي انتم بتقدموه في الامتحانات. فمدرسه النجاح لم ينجح احد ساعات بتبقى مشكله يعني فبيضطروا ان هم يتنازلوا شويه. لكن برضه حتى التنازل له ليميتس يعني له ليميتس. على الاقل اضعف الايمان لو ربنا كرمك قوي قوي هتجيب مقبول واطي يعني. وانتوا عندكم الاكيميليشن بتاع الدرجات مهم جدا عشان التقدير في اخر سنه ومعتمد على كل التقديرات السابقه. والتقدير ده حاجه كويسه جدا تو بريزنت يور سيلف. واحد ما عندوش خبره ورايح يشتغل في حته الفاكتور الوحيد اللي هيبصوا عليه ايه؟ تقديره في الكليه. يعني كان الراجل ده بيذاكر يعني الراجل ده ملتزم. لا مش هيقول لك قلت له انا هذاكر ليه ويعني في الامتياز يعمل ايه كل ده ما يفرقش معاه. ولا ما انا في الاخر ما انا بابا بيديني فلوس اكتر من اللي اخدها من الشغل كل ده ما يفرقش معاه. بس بابا اول ما اتخرج من الكليه ما كانش بياخد 10,000 جنيه. كان بياخد 200 جنيه بابا اول ما اتخرج من الكليه. وفضل يكافح وسافر دوله عربيه واشتغل في شركات في مصر وفضل يكافح لغايه ما وصل لمستوى مرتفع يعلمك ويخليك بني ادم. عشان انت تكمل بني ادم الدور عليك انك تجتهد. ربنا ادالك نعمه ربنا ادالك نعمه وانت ما استخدمهاش. لو انت من تاجر مخدرات هتطلع تاجر مخدرات هتطلع ايه يعني؟ عالم ثوره؟ يعني مع احترامي الكامل يعني. ولو واحد ابوه سمكاري هيطلع ايه يعني؟ لازم يكون الاب ده
تتكسر كده، لو اتنيتها اي ثانيه هتتكسر في شكل حتى لو حديد، حتى لو حديد. نفس المسطره دي لو مسكتها في الاتجاه الثاني وعملت ايه؟ حتى لو مسكت طوبه وضربتها بيها ممكن ما تتكسرش اساسا، بس المهم تبقى متثبته كويس. يعني نفس الماده نفس كل حاجه، العمق كبير بتشيل اكتر بكتير قوي، عشان تتصرف كده استحاله ايدك وانت كمان باداه اخرى، يعني تثبتها بالصوره وتحاول تثبت مش هتعرف، مش هتعرف، لان نفس الماده اللي هي بعيقه جدا مقاومتها في الشكل بعيقه جدا تتكسر في ثانيه كده. وبالتالي عمق الكاميرا او الفريم خلاص ده فيري امبورتنت ايشو بالنسبه لنا. بس طبعا لما باجي اعمل الكاميرا عمقها 4 متر هيطلع وزنها تقيل جدا. فاحد الوسائل ان انا بدل ما اعمل الكاميرا اعمل فريم، بدل ما اعمل فريم لما الاسبان تيجي معايا مش مهندسه وانسوا بعض بعمل قرش. اوكي؟ كل ده لو ايكونوميك ليميتس، زي ما بقول كتير قلته في الانترودكشن في اول السنه، قلت البيم بنعملها لغايه 8 متر، الفريم بنعمله لغايه 20 متر، بعد 20 متر بنبتدي نفكر في قرش او راس، وبعد كده تعالى في حاجه اسمها بريس بريست كونكريت، خرسانه سابقه في الاجهاد، ها؟ بنلجأ لها برضه عشان نصغر عمق الكفر. دي حاجات كتير قوي قوي بريس بريست، بس يعني خلينا قدام شويه نتكلم عنها. طيب الراس ما هو الا كاميرا، كاميرا عميقه كده. الشارع هتتشال على ايه يعني؟ السبورتس عندنا شكلها ثابت دايما، هي كاميرا، بس كل الحكايه ايه؟ ان احنا بنفرجها. مع بعضها عباره عن انترميديا فيه.
By definition, نظرا لطبيعه التراست في ابروكسيميشن كده بيتعمل ان اتصال الميمبرز مع بعضها هو فليكسبل فعلا، فبنفترض ان هو لا يقاوم عزول، وهو في الواقع بيقاوم عزول بس شويه قد كده كان بي نجلكتد، كان بي نجلكتد. يبقى اول حاجه في التراست باي ديفينيشن ان اتصال الميمبرز كلها مع بعضها عباره عن انترميديت. الحاجه الثانيه برضه باي ديفينيشن ان احنا مسموح بالتحميل فقط عند التقاء الممبرز مع بعضها. مسموح فقط بالتحميل عند، ما بنرسمش بقى الممبر بتخانته الحقيقيه، بنرسمه سنتر لاينز كالمعتاد. ويبقى التحميل فقط موجود فين؟ لو عندي رياكشنز عادي خالص يبقى التحميل فقط موجود عند التقاء الممبرز مع بعضها. التقاء الممبرز مع بعضها انتوا خدتوا الكلام ده في الميكانيكا بيسموه جوينت. جوينت. يبقى التقاء الممبرز مع بعضها اسمه جوينت. يبقى لما بنقول للناس جوينت معروف ان هي التقاء مجموعه من الممبرز مع بعض ليها تعريف ثاني مهم قوي عندنا. انا قلت كلمه جوينت قبل كده وانتوا خدتوها في الميكانيكا قبل كده. باي ديفينيشن طالما ان كل التقاء الممبرز مع بعضها انترميديت هنجز، وطالما ان مسموح بالتحميل فقط عند التقاء الممبرز مع بعضها، يبقى الجمالون عباره عن مجموعه من اللينك ممبرز. يبقى ده لينك ممبر وده لينك ممبر وده لينك ممبر اند سو اون، وده لينك كلهم لينك ممبر. خلصت الدنيا خلاص. باي ديفينيشن التراس عباره عن مجموعه من القطبان تبتدي منفصله وتنتهي منفصله ومفيش احمال بين المنفصلتين. يعني التراس عباره عن مجموعه من اللينك ممبر، اللينك ممبر بالعربي بيسموه قضيب واصله، مجموعه من اللينك ممبر متصله مع بعضها. باي ديفينيشن انا عارف الليك ممبر وتعاملت معاها قبل كده. الليك ممبر ما فيهوش غير قوه واحده فقط في اتجاه محور، يعني ما فيهوش غير نورمال فورس. دايما ربط الفعل العمودي على الليك ممبر بيساوي صفر، يبقى الليك ممبر ما فيهوش غير نورمال فورس، ويبقى بالتبعيه الشير والمومنت بيساوي صفر. وبالتالي لما بنقول للناس احسب الانترنال فورسز في التراس هو بيحسب مين؟ النورمال فقط اللي هو قوه في الممبر. بس عشان احنا دايما بنطلب القوه في الممبر فالناس بتنسى ان دي النورمال فورس. يبقى انت عارف ان اي لينك ممبر رد الفعل العمودي بالحسابات باي ديفينيشن بيساوي صفر، ملوش غير رد فعل واحد في اتجاه محوره، يعني ملوش غير قوه داخليه واحده في اتجاه محوره. اوكي انا عندي نورمال فورس بس له قيمه، انما الشير بيساوي المومنت بيساوي صفر. ده باي ديفينيشن. لا بقى خلاص. يبقى لو انت مش عارف كده يبقى انت مش عارف. انا لما اقول تراست ما بحطش انترميديت رينجز، انت باي ديفولت بتعرف ان اتصال الممبرز مع بعضها انترميديت. يا فندم دكتور لو كان في اكسترنال مومنت في التراست ما بنحطش مومنتس على التراست. دايما اللي بنحطه على التراسس فورس، ما بنحطش مومنت. لو حط مومنت هيبقى مش تراست، او الحته دي مش تراست. ده بقى ان شاء الله هنعمل لك. لما بقول تراست لازم بتبقى كلهم لينك ممبر. في الطبيعه عندنا كان كوبري مشهور جدا بس للاسف فكوه، هو كوبري ابو العيله اللي اتعمل بداله محور 15 دقايق وبعدين حطوه عند مبنى التلفزيون وقالوا هنعمله كوبري يقعدوا فنانين يرسموا وناس يعزفوا موسيقى كده زي الدول لا قدر الله المتقدمه، فضيقوا حتى شارع كورنيش المعادي كده عند فريش معادي كورنيش النيل عند ماسبيرو على اساس ان هو حطوا اجزاء الكوبري. ده حضرتك دي حضرتك تعمل ايه في دوافع حضرتك؟ مش وقته تسيبها دلوقتي. اي حاجه فيها سيبها دلوقتي. سيبها بعدين. بس شو ما تحطوش حاجات فارغه. وبعدين طبعا اكيد بعد ثوره 25 يناير كل حاجه اتسرقت حتى برضه اتسرقت. ما اعتقدش الكوبري هيرجع تاني. الكوبري ده كان له قيمه لان اللي كان مصممه في الاساس كان اللي هو المهندس المشهور ده اللي يعني الفرنسا بيقولوا ايفل لو انا بقطعها صح. اوكي اللي هو ايفل يعني شيطان، بس مش ده احنا
هنسمينه ايفل يعني بورد ايفل بس مش مشكله برضه مش هنختلف. اوكي المهندس المشهور ده هو اللي كان عامل كوبري او العيله اللي من هنا اتكسر ويقال ان انطحن عشان الكوبري ما فتحش. عارفين الكباري زمان عشان المجرى مائي كانوا بيفتحوا الكباري عشان المراكب تعدي. الموضوع ده ما بقاش له وجود قوي لان كان زمان المراكب كلها شراعيه بصاري كبير. دلوقتي في موتور حتى لو في صاري بيرفع الكباري شويه علشان المركب يعدي من تحت الكوبري. اوكي فما بقاش عندنا مشكله فتح الكباري. لكن اللي فيكم شاف هولندا في امستردام هم شقوا مجموعه من القنوات كده وخلوا الانتقال النهري انتقال هام جدا عندهم. اوكي فكتير جدا من المراكب بيعدي فتلاقي الكباري بتتفتح او الكوبري يتقطع كده والمركب تعدي ويرجع ينزل تاني والعربيات تستنى. كان ده بيحصل زمان في بعض الكباري في مصر بس خلاص الستايل ده اتغير خلاص ما بقاش الكوبري بيفتح ويقفل يفتح كده ويقفل او يفتح كده وكده ويقفل. وطبعا الاغنيه الشهيره اللي بعضكم متعلمها اللي هي لندن بريدجز فولينج داون. يعني انا قعدت سنين طويله قوي فاكر انه كان بيقع يعني فولينج داون فلا هو بيقفل يعني مش كده. هو الكوبري بيعمل كده عارفين لندن بريدج؟ عارفين لندن؟ حاسين انك مظبطين السلام عليكم. اوكي طب ايه اللي بقى عندنا تراسس؟ بقى عندنا مثلا كوبري اللي هو بتاع بولاق اللي هو الكوبري اللي بيوصل ما بين عند هو عند نايس سيتي يعني كان اركيديا مول الله يرحمه هناك برضه كنا بنعلمه اركيديا مول. الكوبري ده بيطلع في اعلان كول تايجر وسايتر اللي هو بينفجر ده كده تمام كتير بقول للناس كده يقول لك اللي هو يعني يعتبر بيربط ما بين امبابه وبولاق. الكوبري ده كوبري مشهور قوي وصادوا فيه الجزيره بتاعت الزمالك فاللي فيكم برضه بيحب يقعد في اماكن هناك لطيفه جدا. مش عايز اقول اسماء عشان ما اعملش اعلان لكن في اماكن لطيفه جدا خدوا بالكم دلوقتي شكشك جيبه وشكشك تصمم ويروح يلبس فيعني برضه طبعا دايما تقول ماليش نفس مش قادر اتغدى عشان ما تضطرش تنزل الجنة. هناك ربنا يكرمك وتشتغل ماليش نفس تاني. ايه ده؟ ربنا يسكت ربنا خلاص. في بطنك عادي النهارده. اصل لسه واكل ايه الحاجات دي كلها يعني؟ لسه واكل فول ومش عارف يتكلم. قول طول التعب مش المشهد ده مشهد لطيف جدا والكوبري شكله جميل جدا. هو القصه كلها ايه؟ القصه كلها انا عايز اعدي المجرى هناك فباجي اعمل ايه؟ باجي اعمل تراس هنا وتراس هنا تراس ماشي كده اللي هم تراسين ماشيين جنب بعض ووصل بينهم بالكاميرا اهي كاميرا كده كاميرا وصل بينهم بالكاميرا والكاميرا ده بحط عليه السقف ممكن قوي يبقى كوبري حديد وسقف خرسانه ممكن يبقى كوبري حديد وسقف بليل حديد ممكن يبقى كوبري خرسانه وسقف حديد ممكن اي حاجه. الكلام ده هتدرسوه ان شاء الله على الكليه هتدرسوا بعض في الطرف وبعد كده لما تشتغل لو تحط دماغك انك تشتغل في مكتب هم يعني بيعملوا كباري في مصر مكتب رئيسي واثنين ثلاثه بيعملوا حاجات صغيره كده وخلاص عشان بس الناس ما تفتكرش انها تطلع شغل كباري لما تتخرج يعني. اوكي فبيبقى ماسك بينهم دايما الكمر ده العرض ده بيبقى عند التقاء الممبرز مع بعضها. يبقى انا دايما ضامن ان الحمل بيروح للتراس عند التقاء الممبرز دايما يعني الكمر ده مش في اي حته لا الكمر ده بيبقى بيتشال دايما عند التقاء الممبرز. عندك يعني في الترنيتيفز زي الترابيزه كده والكوبري فوق التراس يعني انت ماشي مش شايف التراس تحت اللي شايفه اللي ماشي في النيل اللي شايفه ده بيسموه ديك بريدج. ديك بريدج يعني انت على سطح الايه؟ الكوبري. ممكن يبقى تراس يمينك وشمالك زي كوبري امبابه اللي وصل امبابه كلها لا يمينك وشمالك تمام وانت ماشي في الوسط فتبقى شايف تراس يمينك وتراس شمالك وده بيبقى منظر لطيف للي سايق كمان. فده بيسموه بوني. بوني زي الفارس كده كانه راكب كانك راكب الكوبري. يا عم خش بقى اللي جاي متاخر يخش على طول الموضوع ده حسبناه من زمان والسؤال ايه اللي يشغلك عن الدرجات دي يعني انك جاي متاخر الوقت ده كله. وبعدين ممكن يبقى بالعكس ممكن يبقى في نص سيمي ديك بيسموه يبقى في نص في السقف يعني فوقك تراس وتحتك تراس بس كتير جدا في كباري كتير جدا بيستغلوا اكتر من ليفل
يعني ممكن زي ما بقول كومباين، يعني ممكن يبقى في ليفل فوقاني خالص الديك ماشي عليه قطر مثلا، وفي مثلا ليفل في النص معدي عليه مواسير الميه والكهرباء والتليفونات ومش عارف ايه، والعربيات ماشيه تحت. كوبري اللي انا بحكي لكم عليه ده لطيف قوي، ان هو كمان في قطر معدي في النص، يعني حاره يمين وحاره شمال والحاره في النص في قطر. كل التشكيلات موجوده. في كباري كتير جدا في الاقاليم مبنيه من فترات كبيره جدا جدا جدا، تراسس وتراسس صغيره. اشهر ماده بنعمل منها تراسس طبعا الحديد، لكن في تراسس خرزانه قليله الوجود لكن كانت موجوده كتير في وقت من الاوقات. اوكي، فهي القصه مش احنا ما بنتكلمش على نوع الماده، انا راجل في الاستراكشر هنا نوع الماده ما بيشغلنيش. الراجل بتاع ديزاين اوف ستيل ستراكشر او ديزاين اوف كونكريت ستراكشر هو اللي هيهمه نوع الماده. بس كتير جدا حتى في الفلاحين بيعملوا تراسس خشب عادي عشان احصل على المنظر، وطبعا بيبقى متمسمره الحاجات مع بعضها. دي تراس خشب؟ اه دي تراس خشب، بس اكيد البحر اللي هبط بيه تراس خشب اكيد هيبقى اقل بكتير من الخرسانه او اكتر او اقل بكتير جدا من الحديد. اتفضل. ما هو احنا دايما بنقول ايه؟ هي ممبرز رقيقه، لو انت وصلت تو ممبرز تبعتهم صغيره مع بعض ومسمرتهم هيبقى في فلكسبيليتي. وقلنا ان في شويه جمل صغيرين بيتولدوا، لكن احنا عاده تو بي نجلكتد بالنسبه لنا وما بناخدهاش معانا في الاعتبار، وفاكتور سيفتي بيشيلها وما عندناش مشكله في هذا الموضوع خالص. ولو ان احنا طلبه كانوا بيخلونا نرسم المومنت على التراس ويقول لك شوف قد ايه المومنت صغير، شوف يا حبيبي يبقى تهمله. اوكي؟ بس طبعا كانت بتاخد مجهود، وزي ما احنا اتفقنا الطالب اساسا مش مدينا فرصه ان احنا نتقل عليه. هو الحمد لله اللي هو بيقول لك اضرب وتضرب الجوازه ماشي، مش هتذاكر يعني مش هتذاكر، اللي هو ايه؟ اعلى مجال الجوازه، وريني هتعمل ايه؟ سقطنا كلنا، ها؟ ثوره بقى يلا لو راجل سقطنا كلنا، يعني دخلنا في سكه ثانيه خالص، ان الطالب مش واخد باله ان هو شغلته انه يتعلم، ان هو جاي عشان يتعلم، مش جاي عشان ينجح في الامتحان. وعلشان الناس نسيت الهدف الاساسي اصبح الامتحان هو الهدف. فالطالب قاعد في المحاضره السؤال الذي يقع على ذهنه تيجي ازاي في الامتحان؟ تيجي ازاي في الامتحان؟ تيجي في الامتحان؟ تيجي في الامتحان ان شاء الله، يعني هتيجي ازاي؟ تيجي ازاي في الامتحان؟ تيجي مساله دراسه زي اللي احنا بناخدها في المحاضره في الاسايمنت، لكن هو كل مشكلته الامتحان. وبالتالي بيصبح اي حاجه في الامتحان مشروع بما فيها الغش، بما فيها الخناق، بما فيها هو الهدف ايه؟ واول ما تقول له يقول لك ما هو البلد كلها تسجيل، ما هو يعني اعمل ايه؟ يعني انت عاجبك كده ما هوش عارف ايه؟ يعني يلففك على الحبايب كلهم عشان يبرر ان هو بيعمل غلط. المصري ممكن يقعدك ساعه عشان يبرر لك ليه هو بيعمل غلط. مش يعترف انه غلط، لا هو دائما وابدا في احد اخر هو السبب انه بيعمل غلط. ده هو بريء الحمد لله، هو مليان. بس الخبر هم اللي خلوه يعمل. فدي نقطة برضو يعني انفصام الشخصية الموجودة عند المصريين شوية. اوكي خلاص، فاحنا جايين نتعلم اساسا، وسايد افكت للتعلم انك تعمل حلو في الامتحان. قلت عشان تتعلم قلنا بنفهم المحاضرة وبعدين نروح نحل المسائل بتاعت المحاضرة دي فين، وبعدين نحل الاثار ونتأكد ان احنا بنحله صح. السايد افكت بتاع البروسس بتاع التعليم ده انك تخش في الامتحان تحل مسألة صح بتاعت الامتحان، لانك عملت كل الخطوات، او تحل ثلاث ارباع حلها، او تحل نصها صح. صعب جدا، صح الراجل اللي جنبك ده؟ صعب جدا ان واحد يسقط وهو بيحل، صعب جدا. ده معناه ان هو داخل الامتحان حصل له حاله مواد، حاله اعياء كامله ما قدرش يعمل اي حاجه. يعني اصل انا كان عندي برد. يا سيدي ماشي عندك برد ايه؟ يعني شهر برد؟ ما يعني لو كده يبقى تتحجز المستشفى. اللي هو الطالب مشكلته كلها ان ليله الامتحان وحصل ظرف وفاه بتاع جوز بنت خالد عم ابو امه، تمام؟ فالطالب ساكن البلد عشان يعزي. ان شاء الله عنك مع الزيت، بس حتى لو عزيت، حتى لو عزيت هو ما بيذاكرش ليله الامتحان. ده هو لما بيحصل له اي ظرف في اليومين اللي قبل الامتحان، هو الطالب مقتنع ان هو ده السبب انه ما نجحش، او ان هو ما جابش تقدير. بس انا سخنت قبل الامتحان، ايوه على عيني وراسي. عيني وراسي. سخنت قبل الامتحان، كنت مذاكر طول السنه قبل الامتحان ده عشان اراجع اللي انا ذاكرته، عشان امرر ايدي على مسائل، عشان امسك الساعه واشوف انا بحل بسرعه ولا بحل بالراحه، ولا عشان اراجع المساله اللي انا حليتها قبل كده وارجع احلها تاني، وانا غلطت لما حليتها تاني؟ يعني هو انا لسه مش عارف احل مساله صح؟ طب ايه السبب؟ هو ده الفتره اللي قبل الامتحان،
اللي هي انهانسمنت التظبيطه الاخيره فاين تيونينج مش معمولة عشان لسه اللهم صل على النبي هتزاد بعدين اقول والله كنت بحضر محاور كان بيقول لا الحته دي قالها يا فلان يبقى ده تذكر مش مذاكره انت بتحاول تتذكر الموضوع وتخش بقى الامتحان تحاول تفتكر انت مش عارف انت بتحاول تفتكر اللي انت عارفه ها وده وقت التذكر ده مش مكتوب عندنا خلاص يبقى تراست حاله خاصه من الفريم احنا لما خدنا كاميرا كان فيها ليك ممبر ماشي لما كان فيها مجموعه من ليك ممبر قلنا دي يا جماعه بتروح على تراست دي وخدنا فريمز وفيها ليك ممبر قلنا يا جماعه في الفريم او البيم لو في مجموعه من الليك ممبر في التفاقد مع بعضها يعني مجموعه من القوى متلاقه في نقطه اكيد متزنه يبقى شروط اتزانها ايه؟ سيجما اكس بصفر وسيجما واي بصفر دي بيسموها جويس ميثود جويس ميثود ايه؟ ميثود ايه؟ يعني لما اقول اه والله جويس ميثود اسمحوا لي يعني ان انا اربح بنفسي عن اني اقول ان دي ميثود يعني جويس وخلاص يبقى انا فريق الحاجه ايه؟ اد ايتش جوين مجموعه من الخطوط بتروح شوف اتزانها ايه او ما يفيدني منها ايه؟ سيجما اكس بيساوي صفر اند سيجما الواي بيساوي صفر يبقى زي ما انا عملت كده في مساله التراست بيم اللي انا كنت سايبها للمعيدين وبعدين اكتشفت ان المعيدين ما حلوهاش فجبت لكم رياكشنز لو تتذكروا مره في اخر محاضره في الحته دي بالظبط اوكي لما ما علينا هي موجوده مساله في الاساينمنت وقلنا يا جماعه لما ينضخ مجموعه من الممبرز مجموعه من الضغط ده مش اساسي خلاص خلصت دي مش ميثود دي حاجه انت عارفها من قبل كده بس هي سبيشال كيس في التراست مش هتبقى سبيشال كيس هتبقى الحاله العامه ان كل التراس عباره عن مجموعه من الجويس متصله مع بعضها ما بقتش سبيشال كيس بقى ده الحاله العامه بس كل جويس بتديني معدلتين يعني انا بالتبعيه مش هقدر اجيب اكتر من 2 نمبر استخدام فريق الجويس عند كل جويس انا مضطر عشان احارب ابتدي بجويس فيها 2 نمبر باشمهندس حضرتك اتسند مش عايز اقول على البطل يا جماعه لو سمحت انت باصص فين كده انا معلش انا لسه ما قلتش حاجه لسه بس لمست على الرد الاول انت بس كده انت بتسمعني بس اتفضل انت تسمعني صوت حط النوت الحمد لله يعني مش معقوله انت نايم وباصص كده يا ريت حتى نايم وباصص لي يعني انت جايب ودن واحده كمان يا ريت حتى الاثنين والاثنين ده في واحده في ايدك والثانيه كده وعينيك كده احتمال تكون مغمض كمان يعني وضع لا يتناسب مع محاضرة خالص، يعني بعد محاضرة فتح عشان في حاجة معدية في البحر. تمام. اوكي؟ فلو سمحتوا ما اسمهاش ميثود، الله يرضى عليكم. سموها أي حاجة يعني. سموها بروسيديو، سموها وات ايفر إيز يعني. خطوات الحل. الطريقة الثانية بيقولوا عليها سيكشنز استغفر الله العظيم ميثود برضو اسمحوا لي برضو انسى كلمه ميثود كده انسى كلمه ميثود واحنا ما عملناش كده في الميز ما عملنا واحنا ما عملناش كده في ميك ممبر قبل كده ما قطعناهوش عملنا يبقى الدراف ايه؟ يعني مش حاجه بس الدراف كلهم ليك ممبر ده احنا قلنا لو في لينك او اثنين اقطعهم وشيلهم وارميهم طب ده كلهم ليك ممبر انا دلوقتي اقدر اقطع في اللينك ممبر بتاع صفحه جامده جدا انا عشان اقسم التراس ده لكل ايه لو انا فكيت عند الانترميديت انجي وفكيت عند الانترميديت انجي وفكيت عند الاثنين انترميديت انجي اكس وواي هنا واكس وواي هنا يبقى عندي كام مجهول؟ اربعه امور لكن انا لو قطعت في الثلاثه ممبرز كده اوكي يبقى هيظهر لي كام مجهول؟ ثلاثه ده انه الاحسن اقطع في اللينك ممبر ولا افصل عن المنفصلات؟ طبعا اقطع في اللينك طبعا اقطع في اللينك يبقى بالتبعيه الطريقه الثانيه برضه ما هياش طريقه وبقت طريقه عامه ما بقتش طريقه خاصه في البريم انا كنت او الجيم ده ما بدور على مفصله افصل عندها قلت لك اوعى تقطع في بيم او فريم مفصله افصل عندها ولازم ابقى مميز هي بتفصل يمين عن شمال ولا فوق عن تحت ولا يمين عن شمال عن فوق عن تحت اميز وضعها ايه في البريم او البيم انما اللينك ممبر على الاطلاق قلت لك كل ما تشوف اعمل فيه ايه؟
صوروا ادفعوا كل ما تشوفه وحط بداله قوة واحدة في اتجاه محوره وهكذا وبقت الدنيا مفتوحة وجميلة. طيب يبقى القصة كلها ايه؟ أنا هقسم المنشأ لجزئين. يبقى فور ايتش بارت هنا بقى مش جوينت فور ايتش بارت هيبقوا مجموعة من القوة مش مطلقة. أنا قطعت كده قطعت كده خدت السكشن قطعت خدت سيكشن فالمنشا هيتقسم لجزء شمال وجزء يمين. فور ايتش بارت مجموعه من القوه مش مطلقه لازم تكون متزنه. احنا بنتعامل مع منشا متزن وحاطط معادله اتزان. اي نقطه فيه لازم تكون متزنه اي جزء منه لازم يكون متزن. بس المهم من ساعه ما اتقابلنا لو قطعت اي نقطه بحط اكس واي مومنت لو فصلت عن الفصله بحط اكس واي لو فصلت او قطعت ليك ممبر بحط بدل القوه في اتجاه محوره. كل حاجه حضرتك تشيلها لازم تعوض عنها ولازم بعد كده المنشا كله متزن. اي جزء من المنشا متزن اي نقطه في المنشا متزن. فانا دلوقتي خدت جزء مجموعه من القوه مش متلاقه شروط اتزانهم ايه يعني؟ سيجما اكس بيساوي صفر سيجما واي بيساوي صفر وسيجما المومنت حوالين اي نقطه بيساوي صفر في المستقبل. ما تنساش ان سيجما اكس وسيجما واي دي للسهوله. هو المفروض سيجما الفورسز ان اني تو بيرفنديكولار دايركشن شود بي ايكوال تو زيرو وسيجما المومنت اباوت اني بوينت ان ذا بلين اي نقطه في المستوى مش لازم تبقى على المنشا نفسه. الناس اللي عندها ضيق افق فاكرين ان هو لازم ياخد مومنت عند نقطه على المنشا ملوش علاقه بالمنشا. اي نقطه في المستوى لان احنا قلنا في الاول السنه احنا هنتعامل مع منشات مستوى الى حين يذكر خلاف ذلك. مستوى يعني ايه؟ يعني المنشا والاحمال عليه كلها موجوده في مستوى واحد اللي هو دايما بالنسبه لنا مستوى الورقه مستوى السبوره وانا بشرب. يبقى في شرطين لازم يتوفروا في الارض. شرطين اوعى اوعى تعمل حاجه بدون ما تنفذ اللي انا بقوله اللي انا بقوله من اول السنه. القطع لازم يفصل المنشا لجزئين مش مهم يمين وشمال ممكن يبقوا فوق وتحت ممكن يبقوا كده اهو كده اهو. المهم ان لازم القطع ده ابقى متاكد ان انا لما اقطع قطعت 50 ممبر قطعت ممبر واحد قطعت 10 ممبر لازم المنشا بتاعي ينفصل الى جزئين. كل قضيب قطعت فيه لازم احط بدل القوه في اتجاه المحور. خلاص يبقى كده الجزئين متزن خلص خلاص كده الجزئين متزن. متزن يعني احقق معادلات الاتزان سيجما اكس سيجما واي سيجما واي خلاص. طب وهنا برضه سيجما المومنت مش بصفر فاكرين النقطه دي عقبنا عليها قبل كده. هو هنا سيجما المومنت مش بصفر بصفر ما لسه بعدناها مش هتطلع حاجه جميله قوي مش هتطلع حاجه. شكرا جزيلا. الكلام ده يا جماعه احنا اتناقشنا فيه قبل كده. لو انا عندي مجموعه من القوى متداخله في نقطه خدت عزوم حوالين اي نقطه كل القوى دخلت في معادله العزوم خدت عزوم حوالين نقطه تلاقيهم كل القوى راحت من المعادله. سيجما المومنت بصفر بس هذه المعادله لن تفيدني في شيء. لان عندي مجموعه من القوى متلاقيه في نقطه ومتزنه معادله سيجما المومنت مش هتجيب لك او نو. عشان كده استبعدناها مش عشان هي اللي بتساوي صفر. ان جنرال علشان اقول منشا متزن يبقى يحقق سيجما اكس بلس سيجما اكس سيجما اكس هتجيب لك صفر او سيجما الفورسز في اتجاه متعدل صفر. اكس واي ده للسهوله دايما. خلاص يبقى ما حدش يقول لي ما ذاكرتش راس ما بيتذاكرش. والله ما بيتذاكر. ولما حد يجي يقول لك انا ما حلتش مساله الدراسة عشان ما ذاكرتوش ما عرفوش ما قابلتوش هو ده الشخص اللي هو ما يتسماش اساسا. ودي النقطه زي بالظبط ما قلت في القرش اللي هو قال لك ما ذاكرتش القرش ما ذاكرتش الدراسة. والله ما بيتذاكر والله ما بيتذاكر. لكن لما انت بتعرف المسائل اللي احنا بنديها لك الحل بتاعها فبيبقى عندك بريفيس اكسبيرينس. هي البريفيس اكسبيرينس دي اللي بتخليك اسرع في الحل. لكن لا جديد تحت الشمس باكد لكم واتمنى ان الناس تكون مستوعبه هذا الكلام. وبالتالي لو خدت اكزامبل هنا بنطلب من الناس بنقول له كالكوليت ذا فورسز. الفورسز هنا اللي هي مين؟ النورمال فورس يا جماعه دي حاجه ما دام انا راجل مهندس انا عارف ان الكليت ممبر ده نورمال فورس. ذا ماركت سيكشن نفس الكلام اللي قلناه في القرش. هذا ماركت انا اسف ممبرز هنا اللي بيتكلم يسكت لو سمحت. هذا ذا ماركت ممبرز طبعا فور ذا
تانية. فلما تيجي نرسم التراست اهو اي حاجه، انا هقلب مسألة كده عبيطه عشان نشرح عليها كلمتين اعبط من العباط. Okay.
two members of okay expectation. مش عايزك مش عايزك تقولي انت بتقولي ايه الموضوع ده خلصنا منه. طيب انا علشان اجيب ممبر زي اف واحد انا هاخد جوينت ايه؟ جوينت ايه؟ اهي هنا كده في رد الفعل اللي احنا جبناه 41 طن، وهنا كده في رد الفعل الافقي ب 9 طن. اي عاقل بالغ راشد هيفرض الاف واحد عكس ال 41. يبقى من سيجما الواي بيساوي صفر، يعني لان الاف واحد ناقص ال 41 بيساوي صفر، يعني لان الاف واحد هيساوي 41 طن، وحسب ما انا فرضها كده هي كومبريشن. يا جماعه يا شباب، اي ممبر في الدنيا عليه بقوه كده هو هيرد من جوه كده ويبقى عليه تنشن. العكس لو القوه بتاثر عليه من بره كده من جوه هتبقى كده، وده الكومبريشن. كده يبقى عرفنا ان الاف واحد بكام. بس دايما لما نيجي نحط على الرسمه لازم نحط سهمين، ودي من الغلطات الشهيره قوي قوي على الرسمه. لازم سهمين هتبقى عكس بعض، لازم اف واحد تحت واف واحد فوق. لو خدت اي حاجه للشكل كله الاف واحد رايح. انا خدت اتزان الجويت فقط، باخد الجويت بالممبرز اللي متصله بيها بالاحمال التي تؤثر عليها واعمل اتزان سيجما واي بيساوي صفر. نص الناس يجي يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده، طب والسته طب؟ نرد عليه نقول له ايه اللي بيقول لي والسته طب؟ انت اتكلمتي قلتي ايه بقى؟ ممكن اسمع بصوت عادي؟ لا انا بسال سؤال. لو واحد طالب رفع ايده بعد دقيقتين مش هرد عليه طبعا لاني خلاص بقول اهو، وقال لي الله طب والسته طب حضرتك ليه مش مأثرة على الممبر ده؟ نرد عليه نقول له ايه؟ حد عايز يرد عليه؟ طب في حد ايه لما شاف ان السته طن دي ما خدهاش معانا في الاعتبار؟ الحمد لله. اولا السته طن ما بتطيرش في الهواء، انا بدرس اتزان جوينت ايه، يبقى انا باخد فقط القوه المؤثره على جوينت ايه. يعني زي ما انا كنت بعمل لكم كده في الفريم، بعمل دايره كده زي ما انا عملت دايره هنا، يعني زي الحراميه كده عملت دايره وخدت الجوينت دي بره بالممبرز اللي متصله بيها بالفورسز المؤثرة عليه. ده كده ايه؟ كاميرا. نمرة اتنين، السؤال التاني، هو انا ليه ما جبتش الممبر من الجوينت اللي فوق؟ لأن الجوينت اللي فوق في اتجاه سيجما واي مشترك معايا كمان الدياجونال ده، مشترك معايا كمان الدياجونال ده. الممبر، معلش أنا ما قلتش الصف الفوقاني ده جرى الأرفع اللي هم يسموه الأبر كورد، الصف التحتاني ده بيسموه اللور كورد، الممبر ده بيسموه فيرتيكال ممبر، والممبر ده بنسميه دياجونال ممبر اند سو اون. دياجونال ممبر يعني مسميات بديهيه. تمام. لما بنقول 6 في 3 يعني كل باكيه من الباكيات دي الباكيه دي بنسميها بانل، يبقى كل واحده من دول من هنا لهنا كده دي بنسميها بانل، بيسموها بالعربي الباكية، وبيجمعوها بوايا، بيجمعوها بكلمة بوايا اللي فيه فوق. يعني عارف روبسي فيديك أو تلاقي المحلات يقول لك مثلا 79 شارع أرام تحت البوايا، لما في مسافات متكررة كده بيسموها كل المسافة دي بيسموها باكية. فبلس في معظم الأحوال بتبقى مسافات متكررة، فكل مسافة من دول بنسميها باكية. فلما يقول لي 6 في 3 متر يعني البانل الواحدة عرضها 3 متر، يبقى الاسبان بتاع التراس ده 6 في 3 في 18 متر. كل ده حاجات ما تهمكش غير هتعرفها بعدين، بس عشان تبقى عارف المسميات لما تتقال بتضرب اسم الدرجة يا باشمهندس. يا جماعة ناموا فين؟ اسم الدرجة يا باشمهندس، اسم الدرجة. اسم الدرجة ساعتها عشان تجي اسم الدرجة. هتندم في يوم من الأيام على الأعلى الغلط اللي أنتوا بتعملوها دي. تمام. يا جماعه هاي خلاص انا جبت الفورس في الممبر. لما اجي على ممبر زي اف 2 برضه هقول والله نفس الكلام من جوينت ايه، بس المره دي هقول من سيجما الاكس بيساوي صفر. ده الاف 2 من هنا اقدر اقول بمنتهى الشجاعه ان الاف 2 بيساوي 9 طن،
وحسب ما انا فرضها او الفرض صح يعني كومبريشن. ولو سمحت لو حطيت الفورسز هنا لازم تحطها بسهمين مش بسهم واحد، عشان انا بعد كده بطريقه الجوينتس لو انا هكمل التراست جوينتس ابتديت بجوينت فيها تو انونز جبتهم، بقى الجوينت دي فيها تو انونز سيجما اكس وسيجما واي جبتهم، بقى دي فيها تو انونز اند سو اون، ونفضل ماشيين جوينت جوينت. وده مش الكيس بتاعي. الكيس بتاعتنا ان انا هطلب ممبرز بالجاب بالجوينت، هطلب ممبر ما ينفعش بالجاب بالجوينت. هطلب الممبر ده اف 3، هتقول لي الله ما هو نفس الكلام يا باشا، انت واجع قلبي ليه؟ اف 3 هاخد جوينت بي سيجما الاكس بيساوي 6. جوينت بي دي شكلها ايه؟ ما هو واقف وشوط الكلام ده كده الى ما هو يمشي. انما هنا شايف الكلام ده بس كل مرة هنا كده في 37 ضغط، هنا كده في قوة أنا مش عايزها أساسا، وهنا في اف 3 من سيجما الإكس بيساوي 0، هتطلع الإف 3 بيساوي كام؟ وهنا اسمحوا لي إن أنا أقول لكم أول مشكلة عند الطلبة. أول مشكلة عند الطلبة إن هم من الميكانيكا بيقولوا لي متخيلين إن الزيرو ممبرز دول منزلين. فلما تيجي تقول له هو المنبر ده بيساوي كام يقول لك اتس زيرو منبر، هذا قضيب صفري. ده كلام كأمك يعني لا خالص يعني، هو مش هذا قضيب صفري. انا بقول لك هات لي الكورس في المنبر ده ما ينفعش تقول له صفري. ليه حضرتك؟ مش ده اللي انا بمتحنك فيه؟ ولا بعد كده معنى كده بقول لك هات لي اف 2 بكام؟ تقول لي هذا ليس قضيب صفري. مش هينفع بقى. انا عايز قيمه القوه كام؟ طب فين المعادله التي ادت الى ان هذا القضيب صفري؟ يبقى لازم تفهم ان حتى عشان اقول ان الفورس في اي قضيب بتساوي صفر لازم يكون في معادله تؤدي الى ان هذا القضيب صفر. سيجما اكس سيجما واي اعرفه سيجما مون وتفرق ايه؟ يبقى لما حضرتك اطلب منك الفورس في اي منبر ما ينفعش تقول لي هذا القضيب صفر. او لما حضرتك تتزنق في التراس تروح مصفر لك 3-4 ممبرز كده على طول. بص تلاقي الطالب مش عارف يحل التراس يعمل ايه، اي ممبر يجي في سكته صفر صفر صفر، والمساله دورت كده وحلوت. ويجي بقى معيد كده من اللي هم بتوع الدروس بقى عشان يحل القرشين يقول له لما تلاقي خطوط صفر امسحها امسحها عشان ايه؟ مساله ممبر مش صح مش غلط، بس لما سعادتك تمسح كمان ممبر، لما تمسح ممبر فيه قوه بقت مساله عن ستيبل بالنسبه لك، مش مساله عن ستيبل. اني واي يعني ايه عن ستيبل في اي حاجه من الحالات؟ ما فيش حاجه اسمها امسح الممبر. صفري يعني كانه مش موجود، بس عرفت ازاي انه صفري؟ يبقى اول حاجه عايزين نتعلمها صح الراجل اللي جنبك يا باشمهندس عايز تنام اخرج بره. انا مش مكلف في المنظره، حتى القاعه مش مكيفه يعني، لو المدرج مكيف انا كنت قلت لك اقعد في التكييف او مدد بقى بحيث ما اشوفكش يعني، روح كده وايه واختفي. انما مش معقول يا جماعه انتوا بتيجوا تناموا في المحاضره. مش معقول طلع من فوق ما حضرش شيء. بس بس يا حبيبي انت نايم بقى تمام؟ تعالوا بقى لو قلنا كلنا معاك شوف بقى انا بوصل ايه برضه يجي لك في يا جماعة مفيش حاجة اسمها قضيب صفر، دي حاجة اسمها معادلة تؤدي إلى أن القوة في هذا القضيب تساوي صفر. بكرة إن شاء الله هقول لكم الحالات المشهورة، بس مش عشان كل حالة هقولها بالمعادلة اللي أنا عرفت منها ده بصفر، مش اللي هو صفر. في ناس بقى بيعملوا مصيبة تانية بقى جبارة جدا، يقول لك القضيب ده صفر وبعدين آخد سيجما إكس عن جوينت بي. لا يا حبيبي ما ينفعش، خلاص أنت عرفت إنه صفر منين؟ من سيجما اكس عن جوينت بي، يبقى قيمه صفر وخسرت قصادها ايه؟ معادله. ما ينفعش ان انا اقول الرياكشن ده بصفر وبعدين من سيجما واي تاني. يا عم خلاص ما انت جبت الرياكشن ده بصفر من سيجما الواي، ما ينفعش اخد تاني سيجما واي بالشكل كله، ما ينفعش اكرر نفس المعادله مرتين عند نفس الجوينت او الشكل كله نفس المعادله مرتين، ما ينفعش. مع سيجما اكس واحده، مع سيجما واي واحده، مع سيجما واي واحده للشكل كله. عشان ازود معادله مومنت جديده لازم تكون حوالين فصاله داخليه من ناحيه واحده. هذا الكلام قايلينه في البيم والفريم لما تعمل. ما ينفعش. ما ينفعش ان انت
واذا انت اخدت عند الانفاميلا تنجي من اليمين والشمال بتاعت الشكل كله كنا بنستبعدها. يا اما هاخد الشكل كله عند الفصاله من ناحيه واحده او عند الفصاله من ناحيتين والشكل كله كنت بستخدمها ازا تشيك. ودي قصه ثانيه خالص. ازا تشيك يعني كان محمد خد مومنت للشكل كله وعلي خد مومنت عند نقطه الشكل كله. كاننا اثنين مختلفين من الحلم ها بس المومنت تطلع معدل عدد مجهول واحد او معدل ما فيهاش اي مجهول ازا تشيك. في كان حد رفع ايده ولا حد لا في حد هنا رفع ايده. هل في
ان كل ممبر ستريت اليمنت ممسوك بهيت ممسوك بهيت والاحمال عند هيت. كويس انك واخد بالك. ممكن. لا ده ممكن يبقى قرش حديد كمان. ممكن يبقى في قرشين حديد وبينهم ممبر ستيفنرز وبتاع. لا لسه كتير. احنا بنديك اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بدري. لسه الدنيا بدري قوي. ومش هتخلص في الكليه كل حاجه. في الكليه تتعلم كونسبت. بعد كده اي منشأ هيقابلك هتبتدي تتعامل معاه بناء على معلوماتك واكيد هتضطر تجيب كتاب في يوم من الايام لا قدر الله تبص فيه هتضطر تستعين بمهندس اقدم منك له خبره في المجال ده هيقول لك اصل الشركه الفلانيه دي هي اللي بتنفذ الموضوع الفلاني او عندهم راجل محترم جدا بيصمم فتروح تقول له حضرتك انا بشتغل كنت عايز اسال حضرتك كذا لو راجل محترم هيرد عليك لو راجل مش محترم هيقول لك تدفع كام يعني المهم كده واللي بياخد مجهود دايما الاجزاء اللينك ده قلنا ده اللي يبنى
ما فيهوش القوة اتجاه الحوار. تمام. تاني أأكد عليكم. لما بنحط القوة بنحط قوتين قد بعض. لا أنا ما عملتش عملت اللي عليا 40 دقيقة. افرض طلبت منك مثلا المنبر ده. 8 تستس. افرض 5. اتفضل يا جماعه اللي بعد الشباب اللي تحت الجوينت هنقطع شكرا للقلب هنقطع الجوينت الشمال في اتجاه الاكس فيها 3 ممبرز مقبولين والجوينت اليمين في اتجاه الاكس فيها 1 2 3 4 مقبولين يبقى انسى جوينت انسى جوينت وعلشان ابتدي بجوينت من البدايه لغايه ما اوصل للجوينت دي هقعد ساعتين المساله محطوطه نص ساعه يعني مش هنولها لك انك تبتدي من اول جوينت لغايه ما توصل للي انت عايزها مش هنقولها دايما الممبرز المطلوبه بتبقى ممبرز فين؟ بعيده عن الاطراف او مش سهله المنال بالجوينت لكن ده لا يمنع ان انا هحتاج بقيه الجوينت مع السكشن زي بالظبط ما خدت الممبر الفيرتيكال ده خططته بجوينت زي ما خدت التو ممبرز دول خططتهم بجوينت لكن ممبر زي ده اف 5 ده عشان اعمله في طريقه الجوينت هقعد ساعتين مش هينفع يبقى حاجة بطريقة ايه؟ القطع، طب القطع ايه؟ قلنا شرطين يتوفروا في القطع، ايه هما الشرطين؟ المنشأ ينقسم إلى جزئين، كل القضية قطعت كده حط بداله قوة واحدة في اتجاه محور، طب القطع شكله ايه؟ يا كده؟ كنا بنقطع في الكاميرا ازاي؟ يا كده؟ يا كده؟ يا حمايل ايدي شوية كده؟ يا حمايل ايدي شوية كده؟ وهنتعلم كمان ممكن يبقى قطع أي شكل. أي شكل. كل الكلام ده عشان ايه؟ نشيل من دماغ الناس باشمهندسه اسامه دي يعني كنت بتتكلمي على طول ما تقوليش اي حاجه مش عايز اسمع وباشمهندس ما دام ودنه شايفها يبقى هو مش معايا وضع طبيعي اللي ما اشوفش ودانا تنخير وهنيه وستان القصه كلها ان لما يجي حد يقول لي لازم ان يكون القطع خط مستقيم اقول له لا يا حبيبي مش لازم لازم تكون شايف جزء ايه بس عايزين يكون شايف بس لازم اقطع في المنبر اللي انا عايزه يعني اذا انا ما قطعتش اللي انا عايزه طب ما القوه فيه هتفضل داخليه اجيبها ازاي؟ ودي احد المشاكل اللي بنقابلها تلاقي الطالب قطع في اي مهله ويقول لك ويجيب القوه في المنبر يا ابني مش هتيجي يا حبيبي مش هتيجي او 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 يقطع في سبعه وينسى اثنين او يصفرهم يا يصفرهم في قدره ادم يا ينساهم كانهم مش موجودين يقول لك انا سيب ملومه هضيع الاثنين دول طب والاثنين دول ما ضاعوش انت ضيعت نفسك مش ضيعت الدور انت وبالتالي انا هقطع طبعا اكيد نبتدي بمساله سهله جدا اي واحد عاقل بالك راشد هيقول لي هنقطع ازاي؟ كده ولا حد عنده اعتراض؟ اكيد ما حدش عنده اعتراض كده لو انا اتكلمت دلوقتي على ممبر اللي هو ايه 5 انا هاخد سيكشن اس اس اهو اس اس عشان بس في البدايه هريح اعصابكم شويه هسيب لكم الجزء الشمال مثلا هتعرف الباكيه الثالثه ادي 1 ادي 2 هنا في منبر كده منبر كده وانا قطعت هنا وبعدين هنا كده في هنج اوكي الدي اكسس بتاعتها معروفه 9 طن و41 طن وهنا كده اساسا كان في 6 طن و12 طن و12 طن اهو انسى اي منبر انا قطعت في كام منبر في 3 هم دول بس القوة الداخلية فيهم هتظهر. يبقى ده اف 5 اسمحوا لي ان انا هسمي ده اف 6 وهسمي ده اف 7. انا قطعت هنا. ماشي خلاص تهج. ولا تسعة لا انا عايز اسيبها شوف يعني انا
خمسة. كده فتبقى اتكلم على قوة موجودة في مستوى واحد، وعايز اخلص من قوتين. عندي واحد من حلين ملهمش تاني، يا هيتلاقوا في نقطة امدهم واخد هجوم حوالين نقطة تلاقيهم حتى لو كانت بره التراس. أو هيبقوا متوازيين. أي قوتين موجودين في مستوى واحد، أي خطين موجودين في مستوى واحد، يا متوازيين يا متقاطعين. لو متوازيين هاخد اتزان عمودي على الاتجاه بتاعهم. خلينا في دي الأول. هقول سيجما المومنت أباو جوينت خمسة، وبلاش أقول جوينت خمسة، أنا ليه قلت جوينت خمسة؟ هقول خمسة وخلاص، مش لازم تكون جوينت. أباو خمسة لازم أحدد بقى هنا من الليفت هاند سايد بيساوي صفر. ما دام قلت سيجما، لما أقول جوينت أنا شغال عند 1 جوينت. إنما لما أقول سيكشن في عندي 2 بارتس. فلازم أحدد هو ده الليفت بارت اللي أنا شغال عليه ولا الرايت بارت. بحدد نفسي. عشان ما فيش قوة من ناحية اليمين وأنا شغال ناحية الشمال مثلا. يبقى بمنتهى الشجاعة الأدبية يؤدي إلى أن أنا باخد مومنت هنا. أي حاجة هيبقى 12 في 3 زائد الستة في 6، إحنا قلنا كل باكية في 3 منها، زائد التسعة الأفقية دي في 4، ناقص ال 41 في 6، زائد الإف 5 في 4، الكلام ده بيساوي صفر، ومنها هتطلع الإف 5 بتساوي كذا طن، وحسب ما أنا فرضها كده وإن شاء الله الفرض صح، يعني هي التسعة. لو نزلت قوة قولوا لي، بس أنا مش جاي أعلمك معادلة المهر، أنت اتعلمتها من زمان. أنا جاي أعلمك إن التعامل مع التراس زيه زي أي حاجة عملناها قبل كده. أوكي؟ أهي. طيب، افرض أنا طلبت منك إف 6، هتقول لي مفيش مشكلة، هتقول لي مفيش مشكلة. لو أنا عايز إف 6، هاخد برضه سيكشن إس إس. وهاخد بقى المرة دي سيجما المومنت فين؟ عملت ده. ومد ده لغايه ما يتقابلوا عند نقطه ستة. برضه من الليفت هاند سايد بيساوي صفر. بالظروف بتاعتنا ان نقطه ستة نقطه موجوده على التراس اساسا. بس انا بدرس في الليفت بار، لما انا مديت الاف 5 والاف 7 تقابلوا بره الجزء اللي انا بدرسه، مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله خالص. مش لازم النقطه تبقى موجوده على الجزء اللي انا بدرسه، مش لازم تبقى موجوده على التراس اساسا. ناخد مومنت هنا اف 6 في 4، اف 6 في 4 زائد 12 في 3 زائد 12 في 6 زائد 6 في 9 اهو 3 و3 و3 بس انت دي مضروبه فين؟ 9. التسعة طن دي مالهاش عزم. فاضل لي مين؟ يبقى ناقص ال 41 برضه في 9 اللي هو الرياكشن، ومن هنا هتطلع قيمه الاف 6 بتساوي كذا طن، وحسب ما انا فرضها كده وان شاء الله الطرد يطلع صح يبقى الكومبريشن. اندبندنت على الاخرين يبقى مش هيحصل لي ابدا تردد اخطاء. خطوره الكلام بيقول لي ايه؟ يقول لي انا احلل سيجما اكس وسيجما واي اجيب الاف 7 وبعدين ادرس اتزان. لا لا انا لما خدت مومنت عند 5 المجهول الوحيد اف 5 جبته، لما خدت مومنت عند 6 المجهول الوحيد اف 6، يبقى حتى لو جبت اف 5 غلط او اف 7 غلط ما عنديش اي مشكله. يبقى دايما اول ترايل ليا ان انا بحاول اجيب كل ممبر اندبندنت على اي ممبر اخر، الا اذا اضطريت. هضطر بكره ان شاء الله مش النهارده. الدراسه ده مش ممكن اضطر فيه لاي حاجه. طيب عشان اجيب ممبر زي اف 7 اسمحوا لي ان انا احط القوه هنا، احنا حطينا اف 5 حط
وحطينا اف 7. طبعا اي عقل بالغ راشد عشان يخلص من اف 5 واف 6، اف 5 واف 6 افقيين، يبقى اي عقل هات سيجما ايه؟ عمودي عليهم، يبقى سيجما واحد. طب لو تو ممبرز راسين هاخد ايه؟ سيجما ايه؟ المهم ان انا ابقى فاهم عشان اخلص من قوتين متوازيتين اخد اتزان عمودي عليهم، يبقى برضه لازم احدد انا شغال ايه؟ سيكشن اس اس. طب هتعمل ايه يا معلم؟ سيجما الواي للليفت بار بيساوي صفر. شوف لما بتكلم على جوينت، انا بقول جوينت سيجما واي بيساوي صفر، لكن لما بتكلم على سيكشن لا، انا ما عنديش سيكشن واحد، انا عندي تو بارز. لما انا هقطع المنشأ هيتقسم الى تو بارز، يبقى لازم احدد لنفسي قبل ما احدد للاخرين انا هشتغل على انهي بارز. طبعا زاويه ميل الكلام ده كله السيتا تان السيتا بيساوي 4 على 3 مش 3 على 4. سهل قوي ان انا اخد الزاويه دي شيفت تان 4 على 3 واحطها في الميموري وكل ما احتاج اطلعها ما عنديش مشكله. اظن اي عقد بالغ راشد تاني لو انا طلبت منه الافقي ده هيطلع هنا، لو انا طلبت منه المايل ده هيطلع هنا. يبقى انا كده علمتك ازاي تجيب المنبر الممكن تجيبه من الجوينت، وازاي تقطع عشان تجيب هوريزونتال او فيرتيكال او دايجونال المنبر. ده منبر واحد لسه ما اتكلمناش على الكلاين بتاعه، المنبر ده بس. فلما بيجي لك مساله ثانيه شبهها بتتعامل معاها بنفس الطريقه حتى لو اختلف الشكل شويه، فعندك خلاص اصبح فيه خبره تقدر تتعامل معاها. يبقى زي ما كتير جدا شاوروا لي والمشاوره كانت صحيحه، مش بس لابس اسود وباصص جنبه اهو. ايه؟ برضه عشان في البدايه حسنوا، عشان اعصابكم تبقى هاديه. يبقى انا هاخد اف 8 هناخد سيكشن ان ان شكله ايه ان ان بقى ده؟ اهو 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 عندي تيم ممبر كده، هنا كده في رد فعل راسي اللي هو ال 37 طن 6 طن و9 طن و12 طن، وبعدين قطعت في 3 ممبر. وده انا مش عايزه، انا عايز مين؟ انا عايز ده اللي هو الاف 8. اظن اي عاقل بالغ راشد لو سيجما واي للرايت هاند سايد بيساوي صفر يعدي لاعلى.
هيبقى عندي مين؟ 12 زائد 6 ناقص 37 زائد الاف 8 الكلام ده بيساوي صفر ومنها هتطلع الاف 8 بتساوي كذا طن وحاسب ما انا فرضها كده والفرق واضح انه صح هي كومبريشن وارجع لل